السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نعاودوا نولوا لواحد التصريحات تاع علي بن شيخ. يعني الناس يبغوا كيما تكلم، يعني هذه تما وين شفت حافظ الراجي كيفاش دار التصريح يعني. واليوم نعاود نولوا بالشيخ، يعني كيفاش تكلم على المنتخب المغربي، المباراة تاع البرازيل، يعني وكيفاش ناس كيفاش لعبت. خاطش على كاين اللي بغى يقلل من قيمة المباراة تاع المغرب مع البرازيل، وحنا دائما دوموندو باش نلعبوا مع البرازيل. بصح كي تلعب ايكيب منتخب عربي، يعني منتخب عربي تونس ولا المغرب مع البرازيل، نقل ونقول لك لا مباراه وديه يا ودي الرجاله لعبت. لا على بالك بلي الرجاله، على بالك بلي الكاميرون راهي من 2019، على بالك ما لعبتش كاع مليح، لعبت مباراه واحده برك امام البرازيل. هذا مكان من 2019، من الدوره تاع 2019 لعبت مباراة واحدة برك لي مليحة فور 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 كاع أمام البرازيل برك 2019 2021 2022، يعني ربع سنين يعني لعبوا مباراة واحدة، رغم أنهم فازوا علينا، يعني فازوا علينا يعني بمساعدة المشرف تاعنا. المشرف تاعنا هو اللي عطاهم الحلول وقالها أنتم ما تبغوش تسمعوا. المساعد داك الفرنسي، المساعد الفرنسي تاع سونك شا قال لهم؟ قال لهم احنا كي دخلنا ربع 10 دقائق الاولى عرفت روحي بلي غادي نفوز، هذه فرصه. قلت لسونغ هذه فرصه تاعنا باش نمركو يعني ونفوزوا على الجزائر. قالوا بعد ما شفت يعني 10 دقائق الاولى كيفاش دخل بخطه يلعب بها. قال لهم نعرفوا حنايا يعني نعرفوا عطال بلي يلعب دو شابو طروا سابو. قال لهم علي، قال لهم شفت الطلعه تاع عطال روتري ما طاش يديرها، ما نجيبش يدير روتري، جاته روتري بغى يديرها كنا لاعبين 8 دقائق. الطلعه تاعو تاع بالزغاري من وصل عاود يقلبها وحوس باش يدير روتري بلا دروات تاعو، حوس يدير روتري بلا دروات تاعو. ما نجمش فاقوا به، فاقوا بلعوا على محرز، بلعوا منا وقعدوا يلعبوا. مالغري كيما سليماني وحده يعني غبنهم. حنا كاع كنا نقولوا دوزيام ميتو غادي يدخل يعني ناف، كيما نقولوا حنايا ناف وهمي، مهاجم وهمي يخدم مع سليماني ويخلي سليماني كيما نقولوا حنا سليماني كان يطلع يلعب بانويت ويعاود يولي يخدم عليه، خدم دو بوست سليماني. بصح ماش يعني التغييرات حتى الزوار يقولوا له باين نخرجوا، ما يديرش تغييرات. وشاهدنا كيفاش وين قال لك باللي النيجر في منتخب قوي، يا ودي روح تربح غاديكا، روح تربح. الناس هاي تلعب الناس نتا ديك غينيا بيساو، نتا كل امزيه ما لعبناش مع غينيا بيساو، نتا النيجر هنايا، النيجر هنا كون طحنا مع غينيا بيساو بروميير ميتو يخرجوك 3-0، يخرجوك 3-0 ولا لا دي 3، تدي 3 يعني بروميير ميتو 3 بالسكر. يا مزيه طحنا مع النيجر هنايا، مزيه ما عرفوش يماركو الدوزيام بيت 3 بيت، ما عرفوش يماركوها. هذا مكانه ما عرفوش يماركو برك، تا وليتو تقايسو فيهم. واحد ساجد لربي وانتوما تقايسو فيه. نسمعوا بالشيخ واش هضر. المغرب داروا ان اكسيلون ماتش، ما تقولش ماتش اميكال، لا كي ماتش اميكال لا شيطان. برازيليا لونور دو برازيل. لما تشوف مثلا المنتخب اللي فاز علينا مؤخرا السويد في مباراه وديه خسر 3-0 فوق ارضيه ميلانو امام ياودي السويد، ما كانش مسافرين 3-0 في تصفيات كاس اوروبا كتسجيل منتخب النيجر للهدف الاول. شاهدوا هذه الصور المؤسفه بعد ان سجل منتخب السويد الهدف الفوز. لما تشوف السنغال تخاف صراحه، لما تشوف امس السنغال ربحها بخمسه، السنغال تاع مهبول مالك سينيغال ربح بخمسة، سينيغال ودوزيام ماتش ربحوا قيلا 2-0 ولا ما عادش عندنا شيطانة. المغرب أيضا خدم البرازيل في مباراة ودية على كل حال، ولكن مباراة كبيرة بالأداء والنتيجة أمام مغرب 2-0، كوت ديفوار 3-1، مالي 2-0، الكاميرون تعادلت كما قلنا، تونس 3-0 أمام ليبيا. يعني بالشيخ وسام ودي تونس ربح الي روتور، قلنا ما عدا مفاجأة غينيا بيساو التوانسة ربحوا الي روتور في ليبيا. يعني شاتو الضغوطات كي دايرين في ليبيا ولا ما شفتوش؟ شاتو من الدقيقة الأولى يا ودي من عندها ولاد تونس وما طايحين عليهم.
بعد حنايا برد الحال ما كان والو، نورمال عادي، كلش عادي في البلدي. ايوب غادي يخرجوا الناس يقول لك اه مؤامره يا ودي، ما كاش مؤامره يا، وهذا المستوى تاعنا اللي رانا نلعبوا به، راه يتبالكم باللي كاين مؤامره، ما كان لا مؤامره لا والو، الناس ناسيينكم، الناس هم عارفينكم باللي حنا ما عندناش ماشي ما عندناش منتخب، عندنا اللعابه عندنا كلش، بصح ما عندناش مدرب. حنا من جهه المدرب الناس نساتنا، الناس نساتنا، حديش عنده الحق استقال، قال كنا كانت الناس تخاف من اسم الجزائر، وما مش يخافوا منا، يعني الناس نساتنا، الناس مشاو مدايرين حساباتها، والله ما مدايرين لك حساباتها، تروح عند الكبار تاع افريقيا يقول لك يا ودي التقسيم المغربي يقول لك راني خايف من السينيغال، كوت ديفوار، من نيجيريا، من مصر، تروح عند السينيغال ثاني كيجبدوا غير هذو لي زيكيبا، انت مهبول انت ولا مالك. مشكلة النيجر، غينيا بيساو تلعب كرة، يا ودي غينيا بيساو حاجة كبيرة في المرتبة الثانية مع نيجيريا. ماما بار ليكيب لي سيتي تاع لي غينيا بيساو، غينيا بيساو لو ريست لو ريسبي تاع لي ميور قاعد هو هو. كاين الكامرون مع ناميبيا 1-1، الكامرون خسر 1-0، ما لعبش مباراة يعني. الكامرون أنا نظن مدة سنوات داروا مقابلة مليحة 2019 ضد البرازيل في لاكوت ديفوار، هذا ما كان تراجع ما كاش يا ودي، ما عندوش ما راش عندهم مستوى، ما راش عندهم لعابة. المغرب داروا ان اكسيلون ماتش، ما تقولش ماتش اميكال، لان لعبوا مع البرازيل والبرازيل يا لونور دو برازيل، ما لعبوش مع ايكيب افريكان، مع البرازيل كي كوميم سي فوا ولا سيت فوا شامبيون دي مون، شامبيون 5 فوا خطره، لانه هي بيساوري في المرتبه الاولى حاليا مع نيجيريا، المرتبه الاولى بسبع نقاط ونيجيريا بست نقاط، لا قطع بوحدي حقت مفاجاه من العيار تاعي لعب نيجيريا، دونك دارت ان بون ريزولتا مع نيجيريا. انت شفت قلت لي شفت ليبيا مع تونس، شفت ليبيا مع تونس، ودي تونس راح الشركة مع تونس، انا تونس انا عجبتني كوم ايكيب كرة القدم مش كذا. السنغال تبرهن مرة ثانية بصراحة، السنغال السنغال كان امبوزاو لا كريف تاعهم بلي انا شامبيون دافريك، لعبت كوب دي موند، درت كوب دي موند في المستوى بلا ساديو ماني، ورانا توجور حاضرين، اوني اون سمومون لي ميور، اون سمومون لي ميور اون افريك داير، مام لي يو 23 ولا شحال ثاني فازوا كيف كيف زادوا فازوا. كوت ديفوار ايضا لا كوت ديفوار ربحوا بثلاثة، كان امبوزاو الناس راهي تحس بلي سون لا بور فير بريسيون كي مونتري او جون كو سون. لا شفنا بعد المنتخبات امين يعني يخلعوا، انا صراحة يا ولدي منتخبات راحت، احنا كاين على بالك، احنا شاهدنا مشرف تاعكم شاهدر شا قال؟ قال باللي افريقيا تطورت، كان في 2022 في مارس في رمضان كان يقول العالم الثالث ومنه، ومن بعد كي ربح النيجر قال افريقيا يا ماشي افريقيا تطورت، يا انت حبست، انت حبست، انت كيف كان عندك بن ناصر محرز بلايلي، عندك كاع يعني ارماده تاع لاعبين ومروش كوب ديمون، ومن بعد كي ربح دو ماتش تقول للشعب تقيس لهم في الحلوه، حلوه العيد المقروط والميلفي، تقول لهم اه او جماعه قارعوا غادي كي نولوا نصنعوا ايكيب نروحوا نجيبوا كوب دافريك بالعنب، وقت غادي نمشي للعنب في الصيف في المشتى بالببوش جغللو هذه هي بجغللو غادي نجيبوا الكوب دافريك تاع لك تهضر عليها تاع جغللو نطقت غير روح وجيب كوب دافريك هاكا برد الحال ماما مية يا ودي لايت صوتك من برومي تور حدك غادي قاع دير قاع تزير روحك تعصر روحك تطيح في جروب ساهل غادي تطيح في جروب ساهل انا نقول لك من ضروري تطيح في جروب ساهل بصح دوزيام تور غادي وتجدد خليهم يوجدوا الباسبورات بكري ماركو يسيني يراخلوا الباسبورات بكري في طول ما ينغبلوش ما ديروا السينما كيما يجروا خدموا لهم الباسبورات تاعهم في طول كي تكمل الدوزيام تور يعني تجو مام لونتير بكرو اكرو تاع الدوزيام تور برك ماتش تاع الدوزيام تور في طول تجو ما تخسروش دراهم انا نقول لكم ما تخسروش تخسروا دراهم عزوا روحكم لقيتوما عازمين هذوما غير هاكا غير وليتو غير تيرو اللي يجي كوب دي موند كان دومي فينال بين نجيب كوب دي موند بين راه نجيب كوب بس تو تاع كوب دي موند كوب دافريك وكلش بس تو ما ظهرتوش زعما كاع ما ظهرتوش كاع ما حشمتوش ولا لا بصح ما حشمتوش بس تو نورمال تهضرو كيما انا اللي درت لهم الخاتم بين نجيب كوب دي موند
سي مليار هذا الخطر فانيك من سنية العقد فانيك بين جيب كوب دافريك قارع قارع جيب كوب دافريك قارع 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 ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارتاجونا لي فيديو تاوعنا وان شاء الله دايما معكم بجديد ونمشي ابوني ابوني معنا وصحة رمضانكم خوتي.